المباراة في إثارتها القصوى. يا لها من ليلة، يا لها من قمة، يا له من تيفو كان هنا في هذا الجانب بالنسبة لجماهير النصر، بانتظار الرد في الجانب الآخر بالتأكيد من جانب جماهير الهلال. يا لها من مباراة، عذرا لكل قمم العالم ودربياته وبالتأكيد كلاسيكيات. الضوء هنا كبير جدا، القمة هنا تستحوذ على أنظار العالم. المباراة التي يتم نقلها في أكثر من 110 دول، المباراة التي تحظى بمتابعة كبيرة جدا، قمة نجوم العالم. يا لي دقات القلوب أكاد أن أسمعها، يا لي دقات القلوب. إنه درب الخوف، درب الخوف. يا للشعور الذي يحيط بهذا الديربي، تشعر جاهي مترو، مترو الهداف، مترو الخطير، مترو لو عدى عدى الصواب. مستحيل يا مترو، أي فرصة ضاعت في الدقيقة الأولى، أي كرة انقضوا عليها أمام برو في مكان، انطلاقة سريعة وصلت إلى مالكوم، بيلعب لك كرة تصويبة. مستحيل يا سالم، لو أردت أن تهدرها لن تفعل ذلك. يا سالم ماذا أضعت؟ يا لجنون الديربي، يا لأخطاء البدايات، يا للربكة، يا للكرات. الكرة تصل في الجهة اليمنى، عرضية وعالية، ولكن الكرة يفقدها، تعود فيها تصويبة. لا 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 يا سالم، يا سالم، هذه الثانية الكرة بتضيع من قائد الهلال، من كابتن الفريق، من لاعب آسيا الأول، مدافعين، والكرة تصل بعد ذلك إلى سافيتش. الله مالكوم، لكن التغطية تأتي، لجامي يقطع الطريق في غياب العمري، والكرة بتتقى لإيماني. ماني بيلعب لك كرة عرضية، تلسكا استلم، تلسكا عدى، تلسكا صوب. يا للهدف الأجمل الذي ضاع، يا للكرة، يا للحل الفردي. المطرب كان كاد أن يضع أغنية الأولى، كاد أن يقدم جديد تلسكا في الديربي. لديه 4 أهداف. يا استلامك، استلم، مترو عدى، مترو حاول، لكن ممتازة التغطية والإصرار واللعب بالنار، لكنها تحبك يا نواف، يا نواف، يا نواف، أوقفت قلوبهم. يا نواف، الهلال لا يحتاج إلى الهدايا. انظر إلى كرة كانت من المترو أولاً، سافيتش، كرة عرضية رأسية، شوف مترو والكرات الهوائية، إنه الضغط، الضغط، ولابد في اللقطة الماضية حظاً عليها، حظاً عليها. ما زالت نصراوية بين أقدام اللاعبين، لكن في معاناة للخروج بالكرة، وبالتالي الكرة والمجهوم بيرسل الكرة إلى ساديو ماني، ساديو في مكان كريستيانو، تصويبة، تهديد ثاني للنصر، لكن الكرة في نص الملعب أو في نص المرمى إلى ميشايل. ميشايل، يا سلام، يا كوليبالي، الله الله، يا كوليبالي، الله الله، يا كوليبالي، لماذا لا تكمل دائما انطلاقاتك الجميلة والنادرة؟ لم يبقى سوى السنون. يصل فوفانا، يطلب ساديو، الكرة معه، صواب، لكنها في الطريق، الكرة تصل، ومترو كاد أن يصل إلى المرمى، لكن افتكها نيفيز، نيفيز ممكن العرضية في مكان، مستحيل، عدت يا مترو، الكرة في الطول. انظر إلى الابتسامة، أدرينالين، وهذا الآن، هذا الآن مالكوم. لا 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 لا، الهلال أدرى فرصا لا تهدر في منطقة كريستيانو، لو حتى بيرسل الكرة إلى تلسكا، لو استلم، هناك سقوط، هناك خطأ. هل تعرف من ينتظر هذا الخطأ يا سالم؟ في النصر يسجل كريستيانو ويجيدها تلسكا، ويحتاجون لتلس أحيانا. كريستيانو وتلسكا، كريستيانو وتلسكا، تلسكا في مكان، ولكن الكرة تصطدم، تنفست. جماهير الهلال الصعداء، الحائط البشري يقف أمام المدفع. في هذا الديربي الكثير من الذكريات السابقة منذ الحقبة الأولى والفترة الأولى في ديربي ياسر ورادول، في ديربي الوداعية وأهداف حسين عبد الغني والفريدي، مرورا بعد ذلك إلى ديربيات السهلاوي، مرورا بعد ذلك إلى ديربي جح. إلى سالم، سالم في مكان، مالكوم يخترق، عرضية عادت إلى فوفانو، لمسة تعود إلى فوفانو من جديد، يسقط
ماذا يقول الحكم في هذه اللقطة؟ لاعبو النصر يطالبون بخطأ، الإشارة تأتي في اللقطة الماضية، لويس كاسترو غاضب ويحتاج، هل كان هناك خطأ؟ هل كان هناك قائمة للنصر؟ فارس نجد يحاول والكرة يقف فيها مرور في التمرير، تنسكا يا رب مستحيلة يا تنسكا، ما حكاية الفرص التي تضيع أمام هذا المرمى كما كانت فرص بدري لاعبي الهلال. سالم عرضية، الكرة تسقط، الكرة تسقط، والسعودي يصوب ولكن الكرة بتضيع، الكرة بتروح يا عبد الحميد، يا عبد يرسل كرة لكن مقطوعة، عادت بعد ذلك من جديد، يا سلام يا الغنام، يا سلام من بين الأقدام، الكرة تعود بعد ذلك، لقطة كما فترو كريستيانو مترو، لكن الآن سالم عدى، سالم تلاعب، سالم انطلق، سالم صوب، كانت للهلال، الآن نشاهد سعود والعرضية الرأسية، الله ثبت يسجل دائما للهلال، غاب الساحر وبقي السحر، بقي السحر، غاب نيمار ولم يشعرنا سبت بذلك، خل ملك الكلام، والله انك شنب، والله انك شنب، يسجل سبت، يصبح رأس الحربة عندما يحتاجون إليه، رقيب وتقدم مهمات. مالكم، مالكم إلى مترو، لو كسر مترو، لو كسر، بيلعب الكرة إلى مالكم، الكرة تعود الآن، كريستيانو يصوب، الشباك الجانبية التي تحركت، أول تسديدة لكريستيانو في الشوط الثاني كانت بالقدم اليسرى، القوة الزرقاء في حل كريستيانو، تاليسكا أم أن الهلال يضرب بعد ذلك مجددا، شوف الكرة فيها خطأ، فيها خطأ، سلامات إن شاء الله، لابور طايح لأرضية الملعب، صراعات الهوائية نجح من خلالها الهلال، تفاصيل صغيرة، كرت أصفر آخر مشاهدينا، جم قدم وانتم لكن لا تكتمل، يا سلام، متابعة مستحيل، مستحيل، هذه اللقطة كان فيها متسللا وألغي الهدف الأجمل هنا في الديربي، يا رب على كرة قد يعودون فيها للفار، شوف الكرة العرضية من ساديو وشوف الإنهاء بعد ذلك، مع سعود أو كوليبالي، غريب عدى، غريب عرض، الكرة من ساديو لكن وصلت بعد ذلك، نأخذ مكان في الجهة اليمنى إلى كريستيانو، ولكن السقوط والاشتراك مع علي البليهي في هذا التوقيت، والكرة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى، شوف هذه اللقطة وينفرد ويبتعد، الكرة العرضية الرأسية، الهلال في القمة، الهلال في القمة، الهلال ينهي القمة ولا يريد غير القمة، مترو المحطات الكبرى، المجنون، المجنون، هذا كيف تتفاهم معاه؟ خلّه يسجل، خلّه يسجل، الهداف الذي لابد أن يظهر، أن يقول كلمة، القطار الهلالي يصل إلى المحطة، ما تضيع فرصة، وراها مترو، وراها مترو، هل كان مترو في اللقطة تيجا؟ والكرة العالية في مكان، الكرة العالية في مكان، مترو لم، مترو مستحيل، مستحيل، القطار خارج القضبان، لا يمكن إيقافه أبداً ولا السيطرة عليه، الموت قادم، الموت قادم، إنه متروفيتش، إنه متروفيتش، إنه القطار، هذا ما يحدث عندما يخرج القطار عن القضبان، عندما يخرج المترو عن مساره، إنه يصل ويسجل الثاني، المجنون في دقائق الجنون، مترو رجل الديربي الآخر، يا للتمريرة، لا لا أنت كلام كبير، يا للصناعة يا سبت، يا للسحر يا